سمعناها بصوت عفيفة اسكندر وقصتها فسرت الواقع الصحي والارتفاع بنسبة مراكز التجميل وفقدان بوصلة التمييز بين الصالح والطالح بعمليات التهريب واعتقال المضاربين بالأدوية وتثبيت مدراء بمفاصل صناعية عليهم مؤشرات فساد واستغلال المناصب الإدارية. شلون وليش؟ هسه نعرف. بحلقة سابقة فتحنا ملف وزارة الصحة وملفات الفساد اللي ضربت مؤسساتها وتأثيراتها وصلت لتوفير الأدوية وغياب الاختصاصات الطبية عن بعض المستشفيات الحكومية وعمليات تهريب الأدوية وجهات المشاركة بعبورها الحدود وتجهيزها لمداخل الأدوية. صحيح الأجهزة المسؤولة اتخذت إجراءات لمحاسبة أصحاب المذاخر اللي تتعامل بالعلاجات المهربة، لكن رئيس لجنة الصحة البرلمانية ماجد الشنقالي وعلى طريقة الغني غنولة والفقير يبتشوله حذر من أسلوب الانتقائية بالتعامل ويا أصحاب المذاخر ورجح حصول شحة بالأدوية إذا استمرت عملية اعتقالهم. تهريب بس شنو أنا قلت بيها انتقائية؟ مو هذه المسألة. هو هذا السؤال. أنا هذا السؤال أنا راح أجيش بيها انتقائية من أنت تجين من ماكو سيادة قانون، من ماكو آليات ومقررات وضوابط واضحة، سين من الناس مسنود من جهة سياسية ما حد يجي. فقير اللي ما مسنود من أي جهة يروحون يعزلوه ويعتقل واحتمال يدفع خواتم مرتبة وابتزاز كلها تحدث. فهذا احنا ارتئينا بانه هاي الموضوع ينتهي. هذا الموضوع انا قلتش راح نواجه معرقلات حتى لا قلتش اسويك الدنيا ربيع تقولين دكتور ماجد قال الدنيا ربيع. هذا هو الحل، لا يمكن الحل الا بهذه الطريقة. يعني البطانة اغلى من الوجه، بس القصة بها تفاصيل فصولها تعبر على صالونات التجميل. لان رئيس لجنة الصحة البرلمانية وجه دعوة مفتوحة وقال يجب اعتقال أصحاب صالونات تجميل السيدات غير المجازة، والسبب تعاملها بترويج المخدرات. مراكز التجميل وصالونات التجميل قسم منها متهمة بترويج المخدرات، هاي الكارثة الكبرى. لكن وبعنوان بالوجه مراية وبالقفة سلاية، مراكز التجميل سالفتها طلعت عن حدها، لأن التصريحات تقول أكو 70 مركز مجاز والبقية تشتغل خارج الضوابط، وحتى العاملين بها شهاداتهم بعيدة عن الطب وجز توظيفهم يحتاج دورة تدريبية، وكان الله يحب المحسنين. واللي ما يصدق يفتح مواقع التواصل الاجتماعي ويرصد إحصائية عن بعض مراكز التجميل حتى يعرف البير وغطاء. مثلا مركز سين كاف ومكانه غرب العاصمة بغداد يسوي عمليات تجميل وحقن وتغيرات بمعالم الوجه، ضايع أولها بتاليها. وإذا رحنا على مركز باء هاء نشوف عمليات نفخ وقص وحتى تكساس، يعني حمل وشيل لا حساب ولا كتاب. لكن المراكز بعدها على الجرار، وأكو واحد الحرف الأول من اسمه واو يروج لعمليات تجميل جاوزت النفخ ووصلت للتجاعيد بأدوات ما نعرف أصلها من فصلها. بس الأمور تطورت ومركز سين اللي مكانه قريب على مستشفى حكومي سجل طفرة نوعية وصلت لهالات العيون ومعالجتها. شلون؟ الله أعلم. وقبل لا نختم قصة المراكز نروح بجولة داخل مركز لامباء وطريقته بتنحيف الوجه اللي ما ندري بسلبياتها وتاريخ نفاس صلاحياتها، يعني أعمى يقود بمقرب. لكن الاعتراض على مراكز التجميل قصته مو خالية، لأن أكو عمليات فشلت وزباينهم تشوهت معالمهم وتعابيرهم صارت مثل أفلام الخيال العلمي. بس استضافة العاصمة بغداد للمؤتمر الدولي الأول لمكافحة المخدرات بمشاركة دول عربية وإقليمية مجاورة واللي انطلقت أعمال صباح الثلاثاء يمكن يوفر الأساليب المناسبة لمواجهة انتشار المخدرات اللي ضربت البلاد من الشمال للجنوب. هاي كلها بصفحة، وقصة تثبيت مدير شركة أدوية السامرة عبد الرحمن عباس بمنصبه بصفحة، لأن السيد المدير عليه شبهات فساد وعقوبات إدارية وصلت لإبعاده من منصبه بشركة الأدوية بالعام 2010 ونقله لقسم البحث والتطوير. لكن رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني شلون وافق على كتاب وزير الصناعة والمعادن خالد بتال بتثبيته بمنصبه بعد أشهر على إعادته بقرار وزاري مختوم عليه بالوكالة؟ الله أعلم. بس السيد المدير استقبل قرار رجوعه للمنصب بزفة عرس. اي نعم، زفة عرس وإطلاقات نارية داخل مقر شركة الأدوية. يعني الرقعة صغيرة والشق كبير، وسالفة مراكز التجميل تحتاج صولة تعزل الأخضر عن اليابس حتى بعدها نرجع ونسمع.